السلام عليكم يا شباب، بعنوان اللي هي Hemorrhagic Disorder in Pregnancy، بالعربي معناها الاختلالات المرضية اللي بتسبب نزيف للست أثناء الحمل. يعني الست أثناء الحمل بيحصل لها نزيف، إيه أسبابه؟ طب وفي نوعين منه، في نزيف بيحصل في أول 20 أسبوع من الحمل، وفي نزيف بيحصل في تاني 20 أسبوع من الحمل. زي ما انتوا عارفين إن الحمل عبارة عن 40 أسبوع، فأسباب اللي بتحصل او معنى الاصح البليدنج اللي بيحصل في اول 20 اسبوع من الحمل ده ليه اسباب تختلف عن النزيف اللي بيحصل في تاني 20 اسبوع من الحمل. يعني نقدر كده نقول في تو تايب اوف بليدنج during a pregnancy، في بليدنج ان early pregnancy وفي بليدنج ان late pregnancy. البليدنج اللي بيحصل ان early pregnancy بيقول لك بيعرفوا على ان هو bleeding before 20 week of gestation، يعني زي ما انا قلت نزيف بيكون في العشرين الاسبوع الاولانيين من الحمل، تمام، او before 20 week of gestation زي ما هو كاتب كده بالظبط. اسبابه كالتالي، يا اما abortion اللي هو اجهاض، يا اما vesicular mole اللي هو الحمل العنقودي او الحمل الكاذب، الحمل العنقودي او الحمل الكاذب. بعد كده اللي هو رقم 3 اللي هو اكتوبيك بريجننس اللي هو حمل خارج الرحم. رابع حاجه اللي هو لوكال ليجن او سيرفايكال بوليب او سيرفايكال كانسر، وكلهم يعني جاينيكولوجيكال كونديشن، يعني حاجات متعلقه بامراض النساء بتحصل في السيرفكس. اما الاسباب بتاعه البليدنج اللي بتحصل ان ليت بريجننسي، ودي هتاخدوها في اخر المحاضره، بتكون دايما في البلاسينتا. يعني سببها ان البلاسينتا بيحصل فيها مشاكل، يا اما بتتزرع في مكان غير مكانها وبنسميها بلاسينتا بريفيا، يا اما بتتخلع من مكانها وبنسميها بلاسينتا ابرابشن او ابرابتو بلاسينتا. وفي حاجه تانية ان البلاد فيزلز برضو بيحصل لها سيباريشن او تتخلع برضو من مكانها، او انها تتزرع في مكان غير مكانها، ودي بنسميها فازا بريفيا. يعني الثلاث اسباب دول اللي هما بلاسينتا بريفيا، بلاسينتا ابربشن او فازا بريفيا، دول الثلاث اسباب اللي ممكن يعملوا لي نزيف ان ليت بريجننسي، يعني في العشرين اسبوع التانيين من الحمل. لكن الاسباب اللي ممكن تعمل لي بليدنج في اول 20 اسبوع من الحمل زي اللي قلتهم دول، اللي هو الابورشن والفيزيكولار مول والاكتوبيك بريجنانسي واللوكال ليجن وهكذا وهكذا. هنبدا دلوقتي بالابورشن اللي هو الاجهاض. اول حاجه الاجهاض يا شباب، ده طبعا ليه تعريف، ليه اسباب، والاسباب دي فيتال وماتيرنال، يعني حاجات خاصه بالطفل وحاجات خاصه بالام، وكذلك برضو ليه ايه تايبس، والتايبس مهمين. ممكن يقول لك ليست 3 تايبس او 4 تايبس اوف ابورشن. نبدا كده بالديفينيشن بتاعه، بيعرفه لك بيقول ان هو عباره عن it is a termination of pregnancy before 24 week of or productive of conception weighing below 500 ملي جرام او 500 جرام، وده بيحصل في حوالي من 10-15% او بريجنانسي، 80% منهم بيحصل في الفيرست تريمستر. يعني معناه انه بيحصل ترمينيشن يا شباب، معناه ان انا انهي الحاجة او ان انا اخلص منها، فمعناه انه بيحصل انهاء للحمل. الحمل بينتهي قبل 24 اسبوع من الحمل اللي هما في الفيرست، ويعتبر معظم اللي هو السكند تريمستر، او ان البرودكتس اوف كونسبشن يعني مكونات الكونسبشن اللي هو الاخصاب اللي حصل داخل اليوترس بيكون وزنها اقل من 500 جرام، بيحصل لها برضو ايه اكسبلجن وبتطلع، وده زي ما هو قال كده بتحصل في حوالي من 10-15% اوف بريجننس. يعني من كل السيدات الحوامل اللي في العالم 10-15% منهم بيحصل لهم ايه ابورشن، 80% بيحصل الابورشن في الفيرست تريمستر اللي هم ايه اول 3 شهور، لان هو قايل فوق قبل 24 ايه اسبوع. يعني وانتوا عارفين ان الثلاث شهور دول عباره عن 12، يعني او الفيرست تريمستر عباره عن اول 12 اسبوع، معناه ان هو في 12 اسبوع تانيين. يعني معنى ذلك ان الابورشن بيحصل في الفيرست والسكند ايه تريمستر، بس معظم الابورشن علشان اقول عليه ابورشن بيحصل في الفيرست ايه تريمستر. طيب الاسباب اللي تخص الفيتال، يا اما كروموزوم الانوماليز، يعني عيوب جينية او عيوب خلقية زي تعدد الصبغيات والحاجات اللي احنا درسناها في الوراثة زمان. disease of the fertilized ova، يعني البويضة نفسها اللي هي مخصبة دي اللي هي هتكون لجنين يبقى فيها بعض disorder او بعض diseases او بعض الادهجن، يعني مش هتكمل، مش هتعمل لي جنين كامل، يعني ممكن تعمل لي يحصل لها fertilization ويحصل لها division وتحاول تتضاعف علشان تكون لي جنين، بعد كده ما تكملش. ممكن نفسه السبيرم اللي هو خصبها نفسه ما يكونش قوي، دخل بس عملها فيرتلايزيشن بس جه عند فتره ما قدرش ان هو يكمل، فبالتالي حصلها ايه
ابورشن، بعد كده هيبوكسيا، الطفل نفسه مش واصل له اكسجين فبالتالي هيضاي، ولما يضاي الطفل طبعا اكيد ده هينبه المزر ان فيه ان الطفل ضاي، فبالتالي هيحصل لها ايه؟ ابورشن. بعد كده الاسباب الماتيرنال انفكشن، ممكن المزر دي تكون عندها انفلونزا، عندها ملاريا، عندها سيفلز الوباء الزهري، عندها اتش اي في اللي هو الايدز، امراض زي اللي هي الكرونيك ديزيز، ممكن يكون عندها كرونيك نفرايتس، تي بي، درن. طبعا انتوا عارفين كرونيك نفرايتس يعني اللي هو التهاب الكدني المزمن. ادراج انتيك ديورنج بريجننسي، ممكن الست تكون بتتعاطى بعض الادويه اثناء الحمل بتسبب لها اجهاض، يعني ممكن تكون الادويه دي هي مش عارفه ان هي من الكونتر انديكيشن بتاعتها اللي هي موانع الاستخدام ان هي بتسبب اجهاض وتاخدها عادي وما تعرفش ان هي بتسبب ايه اجهاض. ار اتش اند اي بي او انكومباتيبلتي، عدم توافق فصيل الدم والار اتش، وانا اتفقت معاكم وشرحت لكم قبل كده يعني ايه عدم توافق الار اتش، وكذلك برضو فصيل الدم. بعد كده انكومبتنت سيرفيكس، السيرفيكس نفسه مفتوح على طول، طب ما ده ما ينفعش، المفروض السيرفيكس بس ما يفتحليش غير فترة اللي هو نزول الجنين، يعني في نهاية فترة الحمل كده يحصل يوتراين كونتراكشن فبالتالي يحصل لي ايه؟ سيرفايكال دايلاتيشن، لكن انه يكون انكومبتنت كده او مفتوح عمال على بطال ده ما ينفعش، هيسبب لي طبعا ايه؟ اجهاض. يوتراين مالفورميشن، في بعض الديس اوردر ان الست بتكون عندها ادهيجن في الرحم او عندها اللي هو سيبتم زي حاجز كده في الرحم، ده بيمنع طبعا ان الفرتلايزد اوفا تتزرع في مكانها الصحيح، بالتالي حتى لو زرعت في جزء منه هو سبتم حاجز كده في اليوترس ما بين التو كافيتي، او هو هيعمل الكافيتي الواحد بتاع اليوترس لتو كافيتي، فبالتالي كل ما الاوفا تيجي او تكبر علشان تتضاعف وكده مش هينفع علشان السبتم الموجود فين في اليوترس، فده هو اللي بيسموه يوتراين مال ايه فورميشن، ده بالاضافه لبعض الادهيجن والكلام اللي احنا قلناه ده كمان. برضو اللي تحتها قصده يقول لك يوتراين فايبرويد او ادهيجن، نفس الكلام اللي احنا قلناه يا شباب. يوتراين فايبرويد، كلمه فايبرويد يا شباب لها اسم تاني اسمها ميوما، لها اسم تاني معناه الميوما، وكلهم بيشيروا الى انه في ورم، بس ورم ايه؟ حميد، ده يختلف عن المالجنانت تيومر، وطبعا اليوترس زي ما يكون كده في فايبرويد في ورم فبالتالي ممكن يسبب لي ايه؟ اجهاض. تروما اور كريمنال انترفيرنس، خلاصه الكلام تروما، الست ممكن يحصل لها ابورشن نتيجه ان هي اتخبطت على بطنها او وقعت على بطنها، ان هي عملت كريمنال انترفيرنس يعني حاجه كده من اسمها كريمنال يعني كانها كرايم، يعني في ستات كتير بتحاول ان هي يحصل لها ايه تسقط نفسها يعني، ففي كل الحالات لو هي خبطت بطنها غصب عنها ماشي عادي، لكن لو هي قصدها ان هي تسقط نفسها هو اللي بيسموه كريمنال انترفيرنس، او ان هي دخلت حاجه في السيرفكس كده علشان توسع عنق السيرفكس اللي هو عنق الرحم وبالتالي ايه يحصل لها ابورشن، فبالتالي يسموها كريمينال انترفيرنس. بعد كده اندوكرينال ديس اوردر، يعني اختلالات مرضيه متعلقه بالجهاز الغددي، جايز الست دي يكون دايابيتك، جايز الست دي يكون عندها نقص في وظائف الغده الدرقيه اللي هي الهايبوثايروديزم، وفي كل الحالات دول ممكن يسببوا لها ايه؟ اجهاض. بعد كده التايبس اوف ابورشن، انواع الابورشن، هو هنا كاتبهم لك على انهم 10 تايب، بس احنا عندنا في كتاب بتاعنا سبونتينوس ابورشن ده، يعني احنا بدل ما بنقول التايب اوف ابورشن بنقول التايب اوف سبونتينوس ابورشن، وكل اللي تحتيه دول تايب للسبونتينوس ابورشن، بس هو هنا جايب لكم سبونتينوس ابورشن على انه ايه تايب، على انه تايب من التايبس بتاعت الابورشن، فعامه كده هنقولهم كده بسرعه وبعد كده هنمسك واحد واحد نقول الكاركترز بتاعه. سبونتينوس ابورشن يعني اللي هو اجهاض بشكل تلقائي كده من نفسه، يعني غير معروف السبب معنى لا صح، مع ان اسباب الابورشن احنا قلناها كلنا بس ده بيكون غير معروف السبب، واحنا خدنا معلومه زمان كده بتنطبق عليه وتنطبق على يعني انذر تايب بس ده اكتر. سبونتينوس ابورشن بيقول لك انه الست ممكن يكون جهاز المناعه بتاعها بيتعامل مع السبيرم على انه جسم غريب، يعني مش متقبل السبيرم اللي هو داخل ده، بيتعامل مع الحيوان المنوي ده على انه جسم غريب فبيطارده وبيهاجمه، فبالتالي الست دي بيحصل لها ايه؟ ابورشن، يعني ده اللي خمنوه، يعني اللي ما لقوش اسباب فده اللي خمنوه يعني. بعد كده الثريتن ده ابورشن، وبعد كده المس ده ابورشن، الثريتن ده ابورشن يعني اجهاض منذر، المس ده ابورشن اجهاض مفقود تماما، انفيتابل ابورشن يعني ابورشن او اجهاض لا مفر منه يعني لازم يحصل، كومبليت ابورشن زي ما انتم عارفين اجهاض كامل، انكومبليت غير كامل، هابيتوال معناه ريكورنت يعني بيتكرر مع الست، بيبقى اكتر من سكسيسيف ابورشن ورا بعضين،
بعد كده ثيرابيوتيك ابورشن يعني اجهاض، بس سببه ان انا بعالج بالمزر، يعني الست كده كده هتكون هتموت، يعني الحمل اللي هي جواها ده مأثر عليها. ممكن تكون الست روماتيك هارت فيفر، ممكن الست يكون عندها شيست ديزيز، ممكن الست يكون عندها بريكلامسيا، فانا بضطر ان انا اعملها ابورشن بس عشان اعالج بيه مين المزر، او علشان احمي بيه المزر لايف. فبالتالي هنا بيسموه الابورشن على انه ثيرابيوتيك ابورشن، على اساس ان انا عاملاها علشان انقذ روح مين المزر. كريمنال ابورشن زي اللي قلت لكم عليه، وسيبتك ايه ابورشن اللي هو اجهاض سببه انفكشن الاخير ده. نمسك واحد واحد. بعد كده هو مش قال سبوتونس ابورشن، مش جايب سيرته اصلا، بادئ من السيروتين ده ايه ابورشن. زي ما قلنا اجهاض منذر، وده يا شباب لازم تعرفوا ان النوع ده من الاجهاض على فكرة ممكن يعني يكمل وممكن ما يكملش. يعني ايه الكلام ده؟ بنشوف معظم الستات الحامل اللي من دول تقول لك اول ما يعني ما عرفت ان هي بريجننت تقول لك ده انا بدات انزل بلاد، وهتقول لها معناه ان زي كده بتسقط. هي المفروض معناه ان هي بتسقط، بس ده اسمه حمل منذر، يعني اواصد اجهاض منذر، يعني حاجه كده بتنذر ان هيحصل اجهاض. لو حصل لها اكتيف مانجمنت وتصلح الموضوع، والست دي اخدت بيد ريست وكمفورت ميجر، خلاص هتتحل الدنيا، ممكن ايه البتاع ده اللي هو الحمل ده يكمل. لكن لو ما حصلش اكتيف مانجمنت، ما خدتش الادويه المناسبه، ما حصلتش على الكمفورت ميجر المفروض تحصل عليها في الفتره دي، يعني خلاصه الكلام لو ما حصلوش اكتيف مانجمنت هيحصل ابورشن. لكن لو حصل له اكتيف مانجمنت مش هيحصل الابورشن، وممكن يكمل لحد ما ايه يتولد الجنين. وفي الغالب في الفتره دي معظم الستات بتاخد حقن، يمكن سمعتوا عنها اللي هي البرونتوجيست، اللي هي حقن تثبيت، تمام، حقن تثبيت عشان تثبت الطفل في بطانه الرحم. بدل ما هو منذر ان هو يحصل اجهاض، لا هي بتثبت الطفل في بطانه الرحم. ما انتوا عارفين ان البرونتوجيست اساسا الاسم العلمي ليه بروجسترون، وانتوا عارفين البروجسترون ده بيساعد على زياده سمك بطانه ايه الرحم وزياده تماسك الجنين ايه بها. طيب ايه الساين والسيمتومز اللي تجيني بيها العيانه اللي عندها سيريتن ده ابورشن؟ تجيلي فاجينال بليدنج، والفاجينال بليدنج ده ليه كاركترز، عشان احنا في كل انواع الابورشن هتلاقوا فاجينال بليدنج، لازم تميزوا بين كل واحد فيهم. الفاجينال بليدنج ده بيكون ميض يعني خفيف خالص، وبرايتد ان كلر، بيكون لونه ايه احمر، بيكون بيقول لك ان الابدومينال بين عند الباكيك، باكيك يعني الم في الظهر، may or may not be present، يعني ممكن يكونوا موجودين وممكن لا. cervical os is closed، cervical os يا شباب يعني عنق الرحم نفسه، او اللي هي حلقه الوصل ما بين السيرفكس وما بين الفاجينا، بتكون في السيروتين ده ابورشن كلوزد يعني مقفوله. والممبرين ار انتاكت، يعني الممبرين الغشاء المحيط بالجنين بيكون ايه انتاكت. يعني ايه انتاكت؟ يعني ما حصلوش ربشر، ما فرقعش، يعني بيكون كده كله قاعد ايه مستوي، ما حدش اللي هو ايه لعب فيه. يعني زي ما قلت لكم كده الممبرين بتكون ايه انتاكت، يعني ما حصلهاش ربشر، عشان النوع اللي تحته هتلاقوا ان حصلها ايه ربشر. بعد كده عندي مين النيرسينج مانجمنت، يا ترى ان انا كنيرس ايه المانجمنت المفروض اديه للست دي اثناء فتره اللي هي عندها سيرتن ده ابورشن؟ كومبليت بيد ريست، وانا منبهه من الاول اللي هي لو حصلت على البيد ريست والاكتيف مانجمنت والبرونتوجيست والادويه اللي انا هديها لها، بالتالي ممكن يكمل الحمل ده وما يحصلش اجهاض ولا حاجه، تمام. زي ما قلت لكم اجهاض منذر، يعني ممكن يحصل اجهاض وممكن ايه لا. طيب تاني حاجه ان انا افويد الهيفي وورك والانيمال كونستيبيشن، تمام، ان انا اتجنب ان انا اشيل اي حاجات تقيله، اتجنب الكونستيبيشن انه يحصل لي امساك. ليه؟ لان لو حصل لي امساك انا لما الواحد لما بيدخل الحمام بيضطر يعمل بيرنج داون، او ان هو بالعربي كده اللي هو يعني مش ان هو هيعمل زي بريشر او ضغط على منطقة الريكتام، فممكن هو بيعمل بيرنج داون او بوشينج او بالعربي كده يحزق يعني، فبالتالي ممكن الست دي تحصل لها ايه ابورشن، لان هي مش عايزة. طب ما هي لما تعمل بيرنج داون يعني زي الست في نهاية فترة الحمل او في اثناء الولادة، الدكتور بيطلب منها انها تعمل بيرنج داون علشان يحصل اكسبلجينج للكونتنت اللي جوه او الفيتس، عشان يحصل لي سيرفايكال دايتيشن. فبالتالي لو هي لسه في فتره السيرتين ده ابورشن دي، وان هي في حمل ممكن يحصل له ترمينيشن وينزل، ينفع تعمل بيرنج داون او ان هي تحزق او اي حاجه، فالكونستيبيشن طبعا هيخليها تعمل الكلام ده، فالمفروض ان هي افويد، تحاول تاكل حاجات فيها فايبر، تاخد لاكساتيف لو هي عندها كونستيبيشن، تمام. فبالتالي افويد الكونستيبيشن. نو سيكشوال انتركورس في الفتره دي طبعا ما ينفعش. ادمنستريشن اوف بريسكرايبد دراج، يعني تاخد الادويه اللي انا قلت عليها دي اللي هي البرونتوجيست واي ادويه تانية ايه according to the physician order، يعني زي اللي الدكتور يكتبه ويقوله عليه في التشارت بتاعت